بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. هقرأ لأجل تعلمنا جزء من الإصحاح السادس من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. كورنثوس مدينة تشبه مدينة الأسكندرية بالضبط، لها كورنيش وشوارعها كده متوازية وراء بعضها. بيقول في هذا الإصحاح السادس من عدد 1 لعدد 13: فإذ نحن عاملون معه نطلب ألا تقبلوا نعمة الله باطلا، لأنه يقول في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك. هوذا الآن وقت مقبول، هوذا الآن يوم خلاص، ولسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة، بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام، في طهارة، في علم، في أنات، في لطف، في الروح القدس، في محبة بلا رياء، في كلام الحق، في قوة الله، بسلاح البر لليمين ولليسار، بمجد وهوان، بصيت رديء وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحن نحيا، كمؤدبين ونحن غير مقتولين، كحزانة ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون، قلبنا متسع، لستم متضايقين فينا بل متضايقين في أحشائكم. فجراء لذلك أقول كما لأولادي، كونوا أنتم أيضا متسعين. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. أنا سعيد أن أنا أكون وياكم في هذا الاجتماع في هذا الأسبوع معاكم في كنيسة العذراء قديس أثناسيوس بمدينة نصر. وعايز أقول بس حاجة صغيرة كده، إن إحنا وقعنا بروتوكول مع وزارة الري علشان حماية وإنقاذ نهر النيل، والبروتوكول ده بين الكنيسة القبطية ووزارة الري، وأيضا وثيقة لحماية نهر النيل باعتبار أن ده شريان الحياة، وتصير مسؤولية علينا في كل نقطة مية أن احنا نستخدمها استخدام صح. كل نقطة مية، ولما أقول نقطة مية أقصد النقطة ما أقصدش الكوباية. فكل ما نستخدم المية اللي هو النعمة الكبيرة اللي ربنا بيبعتها لنا عن طريق بلاد كتيرة لغاية ما توصل لينا البلد الأخيرة أو دولة المصب. كمان إحنا وقعنا بروتوكول مع جريدة الأهرام بحيث يكون لنا مكان في موقع جديد بتعمله جريدة الأهرام عن موقع الحضارة، حضارة مصر، مسمينه أهرام الحضارة. والموقع ده هوت عشان يبقى فيه باستمرار صفحات قبطية للعالم كله يعرف ما هي الكنيسة القبطية ضمن معرفته بمصر كلها. الاثنين بروتوكول دول، كل بروتوكول وقعناه ويا وزير الري الدكتور حسام مغازي، ووقعنا بروتوكول الأهرام مع رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة. كلمت الأسبوع اللي فات عن مفاتيح للنجاح،
وأقصد النجاح، النجاح في الحياة الروحية وفي الحياة بصفة عامة. وإزاي إن إحنا ممكن نواجه مشكلات، إزاي نحلها، أو نواجه مواقف معينة ما كانتش تخطر على بالك، ممكن في البيت، في الأسرة، في العمل، ممكن في الخدمة، في الكنيسة، في المجتمع، ممكن في الشارع، ممكن في الجيرة. إزاي ممكن نواجه المشكلات ونساعد في حلها؟ فاقترحت عليكم من الأسبوع الماضي ثلاث مفاتيح. مفتاح سميناه الفكر المنفتح، والمفتاح الثاني القلب المتسع، والمفتاح الثالث الروح المتضع. الثلاثة ويا بعض، مش حاجة واحدة. ودايما اللي هيمتلك فكر منفتح ضروري هيسعى لكي ما يكون عنده قلب متسع. واللي هيمتلك الاثنين دول هينجح فيهم لما يروح يكون وياه الروح المتضع. بنواجه مشاكل في البيت، ممكن سين وصاد يبقى بينهم كده عدم فهم، او يعني زي ما بنسميها بلغه بسيطه نوع من الزعل او نوع من العكاره. بنواجه مشكلات في الخدمه، بنواجه الحياه ما دام على الارض فيها مشكلات، لكن ازاي اساعد في حلها؟ انا اتكلمت الاسبوع اللي فات في كنيسه العذراء الزيتون عن الفكر المنفتح، ازاي فكر الانسان يبقى منفتح. اصل ربنا يحافظ عليكم في واحد يبقى فكره منغلق، فكره مقفول ما بيفكرش. النهارده عايز اكلمك على القلب المتسع، بس وانا بكلمك خلي في ذهنك اللي قلناه الاسبوع اللي فات، القلب المتسع. وتستغربوا وياي لما تعرف في كلمة الإنجيل زي ما في وصية كونوا قديسين، كلكم حافظين، وكونوا رحماء، كلكم حافظين. هنا الوصية يقول لنا كونوا متسعين. تصور ان دي وصية، كن متسع في قلبك، يقول كده بالظبط. فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثوسيون، قلبنا متسع اللي هكلمك عليها، لستم متضيقين فينا، يعني قلبنا مش ضيق إنه يسعكم، قلبنا واسع، بل متضيقين في أحشائكم، أنت اللي مضايق نفسك. أقول كما لأولادي كونوا أنتم أيضا متسعين. أرجو أن يكون تأملنا في هذه الليلة حول هذه النعمة، أو زي ما سميتها مفتاح نجاح، زي الفكر المنفتح، القلب المتسع. قديس يوحنا ذهبي الفم له عبارة جميلة بيقول: كما أن حرارة الشمس تجعل الأشياء تتمدد، هكذا حرارة المحبة تجعل قلب الإنسان يتسع. قلب الإنسان يتسع، كما أن حرارة الشمس تجعل الأشياء تتمدد. الحرارة بتسبب امتداد الأشياء، بالذات جيدة التوصيل. هكذا حرارة المحبة تجعل قلب الإنسان يتسع. وهنا في فضيلة جميلة اسمها كده، فضيلة اتساع القلب بالحب للكل. أرجوك تاخد بالك من عنوان الفضيلة دي، فضيلة اتساع القلب، يعني في قلب ضيق
في قلب واسع، اتساع القلب بالحب للكل. تعالوا ناخد شوية أمثلة في الكتاب المقدس تقرب لنا الصورة. أول مثل، وطبعا مش بحصر كل الأمثال لكن ده مجرد كده يعني مشاهد صغيرة، قصة إبراهيم أبو الآباء وابن أخيه لوط. في واحد كبير، في واحد صغير، في واحد بمثابة أب وفي واحد بمثابة ابن، ويحصل خلاف ما بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط، والخلاف يزداد حدة، وكل واحد واقف عند موقفه. إبراهيم أبو الآباء هتعالج الموقف إزاي؟ الأحسن شيء لمعالجة الموقف هو الاحتواء. تعالى يا لوط، ليه نزعل ويا بعض؟ ده في قرابة الدم، ليه نزعل من بعض؟ ليه الرعاة دول يتخانوا ويا دول؟ ليه نسبب مشكلة؟ هتعمل ايه يا إبراهيم؟ يقول له لوط، قل له تفضل اختار، لو اخترت كده انا اختار كده، وتفضل انت اللي اختار الاول. وهنا يا اخوتي تتجلى الحكمة مع القلب الواسع. كان ممكن إبراهيم يقول له الكلمة اللي اقولها هي اللي تسمع وهي اللي تمشي، ده انا الكبير. إبراهيم لم يصنع هكذا وانتهى الأمر بسلام. قلبه متسع. طيب الثلاث أيام اللي بنصومهم كل سنة ونعيش فيهم قصة يونان وأهل نينوى، يظهر أمامنا مقارنة لطيفة جدا بين الله العظيم وقلبه المتسع لكل البشر، وبين الإنسان يونان اللي قلبه ضيق للغاية ولا يرى غير خاصته، بني جنسه فقط، ما يشوفش حد تاني. كلكم عارفين القصة الجميلة وازاي ربنا كده عطاله درس جميل، وازاي فهمه، وازاي أهل نينوى قدموا توبة شعب كامل، وازاي الله قبلها، وازاي باتساع القلب ده. قلبك واسع ولا قلبك ضيق؟ قلبك ضيق أنا متأكد أنك هتتعب في حياتك كتير. قلبك واسع هتلاقي نعم كثيرة في حياتك. طيب نكمل الأمثلة. برضو مثل كلكم عارفينه، المرأة السامرية التي كانت مشهورة وكل اللي في عالمها هو أنها تروح تجيب المية وترجع، لها حياتها الخاصة بخطاياها ما لناش دعوة بيها. وبعدين المسيح يقف يتكلم وياه ويستناه، والساعة 12 الظهر ساعة الصليب، وتأتي المرأة ويحصل نوع من الجفاء في البداية، وتتكلم وياه بكده يعني بعدم انفتاحية. أما قلب المسيح المتسع فطويل الأناة، ومجرد يلقط منها كلمة كأنها اعتراف يمدح عليه. اذهبي ادعي زوجك ليس لي زوج. كان ممكن يقول لها انت كذاب، مش كده برضو؟ كان يقول لها انت مخادعة، انت هتفضلي في الخطية. اما قلب المسيح الرائع لها بالصواب قلتي او حسنا قلتي. يسوع انا ما قلتش حاجة، ده انا نفيت الموضوع. قال لا، ده دي بداية الاعتراف. ويروح المسيح مكمل لها بس مش زعلان منها. وبعدين تبتدي هي تغير الموضوع وتسأل آباؤنا بيسجدوا كده وانتوا بتسجدوا كده، طب مين الصح؟ تغير الموضوع، يعني زي ما الواحد فينا يقابل موضوع مش عاجبه يروح مغيره. وبعدين
في النهاية تصير امرأة كارزة تكرز باسم المسيح لأهل مدينتها، ما نعرفش اسمها، لكن قلب المسيح المتسع اتسع لهذه المرأة فحولها إلى كارزة. طيب تعالى ناخد حاجة تانية. يا ربنا يسوع اخترت كم تلميذ؟ قال اخترت 12. طب وال 12 دول كلهم حلوين؟ طبعا اخترتهم حلوين. طب ايه اللي حصل في النهاية؟ قال ده حصلت حكايات غريبة قوي، ده ربعهم وقع في غلطات كبيرة، واحد أنكرني، واحد شك فيا، واحد خني. يا يعني بنسبة 25%، ده أنت اللي مختار، أنت يا ربنا يسوع اللي مختار. قال آه، الضعف البشري. طب عملت إيه ويا اللي أنكرك؟ وارجوكم تاخدوا بالكم يعني بدقة. كان إنسان أنكر المسيح كان يجب أن تكون عقوبته القطع تماما، وإذا أضفنا لكده أن ده تلميذ من تلاميذ المسيح، ده لازم يتقطع تماما من الشركة. لكن مسحنا الحلم بقلبه المتسع، وبعد القيامة وبعد أن رجع بطرس لصيد السمك يظهر له مخصوص ويخليهم يعني معجزة صيد سمك تاني بعد القيامة، 153 سمكة. وبعدين شوف بقى القلب المتسع، بتحبني يا بطرس؟ عارفين يقصد ايه بالسؤال ده؟ عايز يقول له ان قلبك ده يا بطرس، خلي قلبك واسع. أيوة يا رب بحبك، تكرر مرة واثنين وثلاثة. وفي الآخر يقف بطرس وهو محبة المسيح وسعت قلبه، يقول إيه في الآخر؟ أنت تعلم يا رب إني أحبك. المسيح اطمن، قال له خلاص بقى، ارعى خرافي وارعى غنمي واكرس في العالم، وحياتك تنتهي شهيد عظيم على صليب منكس الرأس، ويظل اسمك يتردد القديس بطرس الرسول. هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن محبة المسيح ساعدت في اتساع قلب بطرس، واتساع قلب المسيح غفر لبطرس هذه الفعلة ونساه. ده أنكر المسيح، مش عمل خطية عادية. يعني مثلا كان ممكن بطرس زي يقع في خطيه من الخطايا العاديه اللي بنسمع عنها، اللي بنسمع عليها في الوصايا العشر، لكن لا، ده انكر المسيح وهو تلميذه. اتساع القلب. طب والتلميذ الثاني توما؟ قال توما الشكاك ده، ما الشك ده مرض وحش اظهر له مخصوص، تعالى يا توما بعد القيامه، هات ايدك وهات اصبعك وشوف مكان المسامير ومكان الحربة، ما تشكش. ويصرخ توما باتساع قلب المسيح ويقول صرخة الإيمان، ربي وإلهي. طب يهوذا الخائن؟ يهوذا الآخر وقت بينبهه وبيلفت نظره وبيديله فرصة إنه قد يتوب، ولكنه أصر على خطيته وسلم ابن الإنسان بالقبلة وجعل علامة الحب استخدمها في خيانة معلمه وسيده. قلب المسيح الواسع، قلب المسيح الواسع نشوفه في مثل الابن الضال. الابن الضال في أب وفي ابن كبير وفي ابن صغير. في البيت كلنا عارفين الابن الصغير عمل ايه، اللي بنسميه الابن الضال. وبعدين تاه وبعد وغلط وعمل كل حاجة وحشة، واخوه اتهمه انه جعل معيشته مع الزواني، يعني وصل
أوحش الخطايا. أرجوك تتخيل معي مشاعر الأب، فهكذا يجب أن تكون الأبوة في كنيستنا. كل يوم ينتظره حتى كلت عيناه من الدموع ابنه، وعندما رآه آتيا من بعيد كأن الحياة دبت في قلبه مرة بأخرى، وقام باتساع حضنه كاتساع قلبه وخده في حضنه. طبعا اللي راجع ده راجع مع عيشة الخنازير، ريحته وحشة وشكله وحش، صحته ضيعة وهدومه ضيعة، ولم يأنف الأب من هذه الصورة. وهذا الابن وهو يعود ويبكي ويقول العبارة الخالدة بتاعته: أخطأت يا أبتاه في السماء، فباب التوبة مفتوح ما بيتقفلش. ويرجع: أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. ولسه هيكمل ويقول: بل اجعلني. قال له: بس 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 بس، هتعمل ايه؟ هي دي الابو، هي دي المحب، هي دي اتساع القلب. هاتوا له الحلة الجديدة، هاتوا الحذاء الجديد، لبسوه الخاتم، اذبحوا العجل المسمن، العجل اللي كان مخصوص عشان زواج الابن الكبير. نكسر التقليد الاجتماعي، التقليد الاجتماعي ده اللي كان معمول بيه في الزمن ده، نكسر التقليد، عندنا حاجة أكبر، قلب واسع. وفوق ده وده وده ياخده في حضنه، ياخده في حضنه. عارفين ياخده في حضنه دي معناها ايه؟ علامة منظورة على القلب الواسع. الكنيسة لازم الأبوة فيها تكون كده، لازم يكون قلب واسع. لا يستطيع أحد يحمل لقب أب ويغلق أحشاء، لا يستطيع. مدام حمل لقب أب حتى بالجسد أو بالروح، وطبعا أب اللي هو أم برضه، على الدوام يفتح أحشاؤه ويتسع قلبه، قلب واسع. وشوفوا بقى كنيستنا تاخد القصة المثل دي، وكل سنة تعلمها لنا في بدايات الصوم الكبير عشان تقولك هو ده. انت بتصوم عشان قلبك يتسع، انت في عبادتك عشان قلبك يتسع، انت في علاقتك مع المسيح عشان قلبك يتسع. طيب تعال في مثل تاني من الامثال اللي قالها ربنا يسوع، زي مثل الحنطة والزوان. الأرض مزروعة حنطة، حنطة اللي هي القمح، والزوان شكله شكل القمح لكنه نبات سام. يجي اللي بيشتغل في الغيط ويقول له: أروح أخلع الزوان؟ يقول له: لا، دعهما ينميان معا. يا رب ده زوان، ده شر، خليهم خليهم. القلب الواسع كده، القلب الواسع يقول كده. وفي وقت الحصاد يجي الحصادين ويعرفوا يميزوا ده زوان يحرق بالنار ودي حنطة تؤخذ للغذاء، ويطول الباب. أصل صفات القلب المتسع أنه يطول الباب. طب تعالى في تشبيه آخر، أنقلك وياي ليوم الصليب. المسيح معلق على الصليب، قدامه ناس عمالة تشتم وعمالة تزعق وعمالة تصرخ، وأسلوبه أسلوبه، وعلى جنبه لص يمين وشمال، وقدامه بعيد أمه العذراء عمالة تبكي. وأرجوك تتخيل وياي، وأنا متأكد أنك تقدر تتصور ذلك، الجو المشحون في هذه الساعة. شوف بقى القلب الواسع جدا، يقف
أو المسيح وهو معلق على الصليب. العمالين يقولوا أسلوبه أسلوبه، جنود رومان ورؤساء كهنة يهود وشعب صارخ، يرد يقول إيه؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يسوع، هو أنت في إيه ولا في إيه؟ لكن القلب الواسع يقول كده. وبعدين يبص للص اللي جنبه، اللص اليمين، الشمال عمال يعاير، واليمين يقول له ايه؟ اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. طبعا ما قالهاش كده في جو هادئ زي ما احنا قاعدين دلوقتي، ده قالها في صخب ودوشه وضوضاء وصراخ وبكاء. يرد عليه المسيح ويقول له بالقلب الواسع، اليوم تكون معي في الفردوس. يسوع، قلبك ده قد ايه؟ وبعدين ينظر الى امه، امنا العذراء مريم، وهي تبكي. يوم امنا العذراء دي برضو لها جزء في هذا القلب المتسع. يا امراه هوذا ابنك، ويشاور على يوحنا، ويا يوحنا هوذا امك، يشاور على امنا العذراء. خد بالك من النوعيات دي، النوعيات ده هي دي قصص كده، مشاهد في العهد الجديد. طب تعال أكلمك على بعض القصص في تاريخ الكنيسة، قصص صغيرة كده. القديس أبو مار وكان مدبر البرية، أبو مار قديس مكاريوس الكبير، يجيله الرهبان ويشكوله أخ ليهم، يقولوا له يرضيك إن أخونا فلان بينام في الكنيسة؟ هي الكنيسة مكان نوم؟ ده الكنيسة مكان عبادة ومكان يقظة ومكان صحي، هتعمل فيه ايه؟ هتديله عقاب او تديله قانون او هتطرده؟ هتعمل ايه؟ اسمع القلب المتسع ماذا يقول. يقول لهم أجري أجيب له مخدة عشان يسند عليها رأسه. نسمي دي ده رهبان. أحسن الواحد يقول الرهبان دول عشان عايشين في البرية بقلبهم جامد ولا قلبهم ناشف أو أحكامهم قاسية. أبدا، ده هو كل ما يعيش في البرية انعاش بالروح يزداد أكثر وأكثر حنية واتساع قلب. ده هو كأنه في البرية يحمل آلام العالم كله في صلواته. أجر أجيب له مخد وسند. وتذكر أيضا القصص الرهبانية عن الإنسان الذي اتهم أنه سقط خطيئة الزنا، وإزاي يقوم هذا القديس ويستر عن هذا الساقط، يستر عليه. وقيسوا على هذا أمثلة كتيرة. ده أنا أحب أقول لكم حكاية من الحكايات الجميلة كنت قريتها مرة. بيقولوا كان في جنرال روسي في الحرب العالمية الثانية، قائد كبير أثناء الحرب. وبعدين الرجل ده قاعد والقوات بيحطوا خطة حرب، سهروا وتعبوا في جو الشتاء القارس. وبعدين الساعة بقت 3 بعد نص الليل، فهو عايز يشجعهم، وهي 10 من القادة، فعايز يشجعهم. فقال لهم ايه؟ تيجي اعزمكم في البيت دلوقتي؟ بصوا لبعض، طبعا في حد يعزم حد الساعة 3 بعد نص الليل؟ وبعدين انهي بيت هيبقى مستعد ده الساعة 3 بعد نص الليل؟ قالوا له معقول؟ قال لهم ده انتوا لو جيتوا وشفتوا مراتي وازاي هترحب بيكم وهتعمل فيكم. كل واحد بص للتاني وهو متعجب.
قالوا يلا. الراجل رجع البيت لقى صاحبتنا نايمة فوق الساعة 3، فخبط عليها كده برقة، فلانة فلانة نايمة في 7 نوم، الساعة 3 دي يعني وسط الليل. ابتدت تنتبه، فابتدى يقول لها، وتخيلوا وياي الحكاية، فلانة أنا وياي 10 دلوقتي عزمهم على الأكل. فطبعا صاحبتنا فكرت نفسها بتحلم، وبعدين لما أكد عليها الكلام انتبهت وعدت على سرير. بتقول إيه؟ قال لها وياي 10 تحت من القوات عزمهم، أنا قلت لهم اتفضلوا هم اتفضلوا. إذا كانت عزومة مركبية ولا إيه؟ ففوجئ بيها بتزعق زعيق فوق الوصف، ولا حق بيني وبينكم، هو في حد يعزم حد الساعة 3 بالليل؟ هو في حد مش لازم البيت يبقى مستعد؟ مش لازم تحترموا البيت؟ لازم لازم. هو طول ما هي بتزعق هو يقول لها طب عشان خاطر، طب معلش، طب عشان خاطر، ده قائد كبير ويقول لها عشان خاطر. بعد ما خلصت الوصلة بتاعتها، قصة تقول لنا إنها قامت ولبست أفضل ما عندها من ملابس، ونزلت وهي ترحب بهؤلاء القادة العشرة، أهلا بيكم، شرفتونا، نورتونا، أحسن مفاجأة عملها لي جوزي من يوم ما اتجوزني. قلبها واسع. ربع ساعة وهوضب ميدة حلوة، واجتهدت وقدرت تعمل ميدة، وقدرت بقلبها الواسع برغم خطأ الآخر أو عدم لياقة التصرف، لكن قلبها الواسع. إيه رأيكم لو كانت صممت إنها ما تنزلش؟ أسيب خيالكم يقعد. يا قصة تانية بتاعة القلب الواسع، وربما يكون بعضكم سماحة مني، قصة الأم اللي عندها ولد وبنت صغيرين، بعد ما رتبت البيت قالت لهم أنا هنزل أروح السوق، اوعى حد يفركش حاجة في البيت. بعد ما نزلت، الولد اسمه جون والبنت اسمها سالي. جون قال لسالي، جون 8-9 سنين وسالي 4 سنين، سالي تيجي أرسمك؟ قلت ارسمني. فجابوا الورق وجابوا الألوان وجابوا الفرش وفرشوا على الأرض، ولكم أن تتخيلوا اللي هيحصل. وابتدت البنت يقول لها عودي كده، وهو قال عمال يرسمها. ما صحوش من الحلم الجميل ده إلا وماما بتفتح الباب. فالعيال جمدوا في قعدتهم على الأرض. دخلت ماما لقت الدنيا مش تمام، بس أدركت بحسها وبقلبها المتسع إن جون كان بيرسم سالي قدام ورقة. رحت واخدة الورقة كده وعاملة نفسها بتشوفها يعني كده في النور، وقالت له دي سالي. الولد طبعا ما حطش منطق زي ما بيقولوا، يعني مش عايز يتكلم، تعتبر تهمة. لكن الأم لما قالت كده عشان تنزع الخوف من قلب الولد الصغير، راحت واخدها في حضنها وبيساه وأزالت عنه الخوف. برضو أؤكد لكم، هي ما خدتوش في حضنها، هي خدته في قلبها المتسع. جون هذا لما كبر وصار فنانا عالميا، وسألوه كيف صرت فنانا عالميا، قال الإجابة الجميلة، قبلة أمي جعلت مني فنانا عالميا. إيه رأيكم لو كانت ماما من النوع إياه، وأول ما شفت المنظر ده عطته يعني
علقة، وعلقة بقى باستخدام أجهزة كثيرة، تكون النتيجة إيه؟ لاش عندنا جون ولا فنان ولا حاجة. القلب الواسع. مرة من المرات كان في مؤتمر عالمي حضره 40 خادم وكاهن من 40 دولة من أفريقيا وأسيا وأوروبا، مؤتمر مسيحي. عايز أديك لمحة ازاي تفكر فكرك منفتح وقلبك متسع. وهم قاعدين كده على شكل مربع تقريبا، كل ضلع فيه 10 والمحاضر في الوسط، وكلهم اللي جاي من أفريقيا ومن دول فقيرة ومن خدمات بعيدة ومن آسيا. فوقف المحاضر وسألهم سؤال لطيف قوي، قال لهم إدارة المؤتمر قررت تدي 1,000,000 جنيه لواحد فيكم، بس كل واحد يقول هيعمل ايه بالمليون جنيه دول. فوقف واحد قال انا هاخد 1,000,000 جنيه واعمل بيهم مدرسة في الحتة اللي بخدم فيها، والتاني وقف قال انا هعمل مستشفى صغير في المكان اللي انا بخدم فيه، والتالت قال انا هعمل طريق علشان الناس يمشي في طريق اسفلت، والرابع والخامس، لغاية ما جه دور واحد وقف وقال اجابة عجيبة قوي عشان تكشفوا بيها من له القلب المتسع. وقف وقال بما أننا في المؤتمر وإدارة المؤتمر هتدي واحد فينا 1,000,000 جنيه، أنا هاخد 1,000,000 جنيه دول وأقسمهم علينا إحنا 40. فاهمين الفكرة؟ هقسمهم علينا إحنا 40 عشان كل خدماتنا تفرح. وكانت هي الإجابة الممتازة، أو الإجابة الأولى، أو الإجابة المقبولة. إزاي قلبك يبقى متسع؟ متسع للبشر. برضو من الحاجات الجميلة إن في شهر إبريل اللي فات زرت أرمينيا، جمهورية أرمينيا، فلقيتهم بيقدموا على الفطار رمان، وعلى الغدا رمان، وعلى العشاء رمان. لقيت موضوع الرمان ده يعني اشمعنى. ولما جم يقدموا لي هدية كده لقيتها مدورة، فاكتشفت انها رمان. فسألتهم هو الرمان ده ايه حكايته يعني؟ فقالوا لي الرمان ده الفاكهة الرئيسية بتاعتنا، وده شكله، شكل الرمانية بتعبر عن شكل الكنيسة وشكل قلب الإنسان. الغلاف الخارجي يشبه الغلاف الخارجي الذي كان وقت خيمة الاجتماع، الأغطية اللي كانت موجودة على الخيمة زي الجلد كده. والحبوب اللي جوه تلاقيها حبوب مليئة بالعصير الأحمر، رمز دم المسيح الذي يسكن فينا يجري في عروقنا، وكل حباية فيها بذرية كده صغيرة رمز الإيمان. وحبوب الرمانية تلاقوها مرصوصة جنب بعضها رصة بديعة متجاورة، مفيش فراغات. أجمل أجمل من كده فهو القشرة البيضة اللي بنلاقيها جوه الرمانة بين كل مجموعة فصوص. القشرة بيقول لهم القشرة البيضة دي إيه بقى؟ قالوا لي دي المحبة، المحبة البيضاء النقية اللي بتربط الجميع. والرمانة كلها بتمثل قلب الإنسان الذي يجب أن يتسع لعديد من البشر. عايز أقول لك قلبك المتسع له شوية سمات أقول لك عليها باختصار. أول صفة في القلب المتسع أنه يتسع للتنوع. الحياة ليست شكل واحد والبشر مش زي بعض خالص، ده كل إنسان فريد، نقول عليه فرد. فرد يعني فريد. يسموا الإنسان مايكرو كوزموس،
العالم الصغير، ويسموا الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي الماكروكوزموس، العالم الكبير. كل واحد فينا عالم، وكل إنسان يصلح للملكوت إن صار في إيمانه بالمسيح، وإن صار في حياته الروحية يصلح للملكوت. أول صفة قلب واسع للتنوع، مش شكل واحد، مش لون واحد، مش لغة واحدة. المسيح عمل كده على الصليب. طيب الصفة الثانية إن قلب المتسع يتسع لضعف الآخر. في واحد يمسك على الآخر زلة ويفضل متأسف التعبير يزله بيها طول عمره. ده حتى في التربية أحيانا الأم أو الأب يقول لابنه لما أولادنا الصغيرين لما يغلط غلطة يقول له مش دي غلطة؟ إزاي تعملها؟ يقول له معلش يا بابا. ويقول له أنت نسيت؟ نسيت لما كنا بنزور بيت عمك الأسبوع اللي فات عملت إيه؟ يقول له طب فوتها يا بابا. طيب فاكر لما كنا بنصيف السنة اللي فات في الحتة الفلانية؟ ويفضل الأب أو الأم يجيب له تاريخ لضعفات. القلب المتسع يا إخوتي يسامح ويصفح وأيضا ينسى. المسيح جابوا له المرأة الخاطئة، إنسانة في عار، وتخيلوا العار كامرأة شرقية في هذا الموقف. بعد القصة كلها يقول لها أما دانك أحد اذهبي ولا تخطئي. هو ده قلب المسيح، هو ده القلب المتسع. القلب المتسع يتسع لضعف الآخر. الصفة الثالثة في القلب المتسع أن القلب المتسع يتسع للمستقبل. أرجوكم تاخدوا بالكم من حاجة، في إنسان يغلط زي الابن الضال، لكن أبوه لما جه يكلمه ما كلموش على الماضي الوحش، كلمه على المستقبل. ده ابني هذا كان ميتا فعاش، كان ضلا فوجد. يلا نقفل الماضي ونبتدي صفحة جديدة. هكذا صنع المسيح مع بطرس الرسول، وهكذا صنع مع يهوذا، وهكذا صنع مع اللص اليمين اللي تقريبا في نهاية حياته قبل ما تنتهي بنص ساعة قبلت توبته وانفتح أمامه الفردوس. هو ده المسيح وهي دي المسيحية. صفة رابعة أن القلب المتسع يتسع للفكر الجديد، ما يبقاش فكر قديم. ما أنا قلت لك فكر منفتح. إيه رأيك أن بولس الرسول كان فريسيا يهوديا يضطهد كنيسة الله بإفراط؟ كان اسم شاول الترسوسي كفيل أن يخوف المسيحيين يهربوا. هربوا من أورشليم راحوا لغاية دمشق وهو راح وراه. كان اسمه مرعب شاول. طيب يظهر له المسيح في القصة اللي انتوا عارفينها على أبواب دمشق، ويقف شاول كده بمنتهى الجمال ويقول له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ أنا عجينة في إيدك، استخدمني، أنا من إيدك اليمين لإيدك الشمال. ثم عندما يبدأ خدمته نرى في بولس الرسول مفكرا ولاهوتيا، ويتعرض عليه مشاكل وتتحل. يكفي أذكر أمامكم مشكلة العبودية التي كانت أيام فيليمون وأنسيموس في قصة فيليمون، في رسالة فيليمون. وبولس في السجن يبعت لفيليمون ويقول له أنسيموس اللي سرقك واللي هرب منك اقبله نظيري، يقبله كأني أنا، وإن كان عليه شيء أنا هدفعه لك. ويقول عليه
انه كان غير نافعا وصار نافعا على أنسيموس. اصل كلمة أنسيموس معناها نافع، فيعني بيقولها كده بلطافة، يعني كأن اسمه كان أنسيموس بس مش مفيد، حرامي، دلوقتي بقى مفيد ليك، ويقبله فيليمون ويقول لنا التاريخ ان أنسيموس ده صار انسانا تائبا، وبعض الكتب تقول انه صار كاهنا وخدم ونجح في خدمته. القلب المتسع يتسع للفكر الجديد، القلب الضيق لا يعيش زمنه، لا يعيش حياته، الدنيا بتجري وهو عايش في حتة تانية. أيضا القلب المتسع يتسع لكل تائب، لكل تائب مهما كانت خطية الإنسان فباب التوبة مفتوح، مهما كانت ضعفات الإنسان، مهما استطالت خطايا الإنسان، استطالت يعني خدت وقت طويل في حياته خالص. لما بنيجي نحكي على قصة مريض بيت حزدة 38 سنة ويقول له أتريد أن تبرأ؟ قال آه ليس لي إنسان، قال له يلا قم أحمل سراك وامشي. وهو ده صورة من صور التوبة، بعد 38 سنة في الخطية أو مطروح بسبب الخطية. القلب المتسع يتسع لكل تائب، فالتوبة بابها مفتوح تماما أمام كل إنسان، مهما كانت طبيعة خطيته، مهما كانت نوعيتها، مهما كان الزمن الذي صرف في هذه الخطية. القلب المتسع يتسع لهذا، وأمام الديان العادل هو يرى كل شيء وهو الذي سيحكم. القلب الواسع يحتاج كل أب وأم، القلب الواسع يحتاج كل معلم، كل خادم، القلب المتسع يحتاج كل الإكليروس، كل في موقعه في مسؤولياته، القلب المتسع يحتاج كل من يرشد ويقدم المشورة، القلب المتسع يحتاج قادة الفكر وقادة الثقافة وقادة الاستنارة وقادة التنوير. عارفين ليه القديس يوحنا ذهبي الفم أكثر شهرة من كل القديسين وسموه ذهبي الفم؟ ليس لأن لسانه كان كلسان الذهب، ولكن بالحقيقة لأن قلبه كان كقلب الذهب، قلبه كان واسع، ولذلك كتاباته وأقواله هي الأكثر شهرة من كل كتابات الآباء، ومش عايز أقول شهرة بس، ده الأكثر شعبية. يعني كتير مننا يحفظ عبارات للقديس يوحنا ذهبي الفم. في يوم من الأيام قال هذه العبارة الرائعة: أي مصباح بلا نور وأي مسيحي بلا حب. مدام في مصباح لازم ينور، مدام في مسيحي بلازم حبه لكل العالم. أنت تحتاج أيها الحبيب في مواجهة مواقف الحياة المتنوعة ومشكلاتها، تحتاج إلى الفكر المنفتح، وتحتاج إلى اليد المفتوحة. اليد المفتوحة دي يد العطاء مش يد البخل، ما هو البخيل ده في إيده يعني قلبه ضيق، ما هي الإيد دي اللي بيحركها القلب. اليد المنبسطة لكل أحد تعني أن القلب فياض بالحب. أنت تحتاج إلى الأذن المنفتحة، أنت تحتاج إلى الفم المنفتح. لا تنسى الوصية اللي قالها بولس الرسول لأهل كورنثوس: فمنا مفتوح وقلبنا متسع، كونوا أنتم أيضا متسعين. وانت بتصلي كده، وانصحك لما تقرأ البيت ترجع البيت تقرأ الجزء ده كورنثوس الثانية 6: كونوا متسعين. قل له يا رب إذا كان قلبي ضيق، ولا قلبي شحيح، ولا قلبي بخيل، ولا قلبي مش عارف يساعد الناس،
اديني يا رب من قلبك. يا ريتك تجيب ثمرة الرمان وحطها قدامك وخليها مثال ونموذج. أنا عايز قلبي يا رب يكون زي كده، عمران بكل قلب آخر. لا تنسى أن الفضيلة فضيلة اتساع القلب بالحب للكل، فضيلة اتساع القلب بالحب للكل. اطلب من ربنا وصلي باستمرار علشان الله يعطيك هذه النعمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.